مرحب فيك سلطان على أغاني أغاني. نحن معك هون لإطلاق أول أغنية لإلك مش عادي، خبرني شوي عنا. أول شيء أنا بدي أتشكركم لأنه جيتوا تواكبوني بهيدا الانطلاقة اللي هي الانطلاقة الأولى لأول أغنية إلي. مش عادي هي أغنية لبنانية، كلمات عمرو، ألحان سليم سلامي، توزيع داني حلو. انطرحت بالسوق من شي 20 يوم وعم تاخذ أصداء كتير حلوة. صورنا لها كليب هلا قريبا كمان بينزل، وأكيد على أغاني أغاني. مع مين تصور الكليب؟ صور الكليب مع مي الياس. شو فيك تخبرنا عنه للكليب؟ هي فكرة الكليب فكرة مهضومة، عاملينها استوديو، فكرة مهضومة إني عم غني بإيفنت ومع موضة المرأة بمشاهد حلوة. ما في أحكي كتير عن الكليب لأنه ما حتوصل الفكرة غير للعالم تحضر الكليب تعرف عن شو عم بحكي. هي غنية لبنانية راقصة فيك تقول، بس هي أغنية لبنانية، لبنانية محض، وانا فضلت بلش بالاغنيه اللبنانيه. يعني معقول بالمستقبل نشوفك باغنيه مصريه؟ انا ما عندي مشكل غني باي لهجه اللي كان، اي ستيل غنائي بيلائم الصوت او بلاقيها حلوه، ما عندي مشكل نغني بولا لهجه مصريه خليجيه عراقيه، ما عندي مشكل غني باي لهجه. قد ايه سلطان مستعد يفوت بقوه بهذا المجال الفني ولوين بده يوصل؟ ليك مجرد ما تلاقي حدا بهذا الوضع اللي نحن فيه عم بفكر يفوت بدومين الفن يعني فايت كثير بقوه. بين بظل المنافسة اللي موجودة ما فيك تفوت غير لتفوت بقوة، وطموحي كتير كبير بالفن، ما حفي وصل لك إياه بانترفيو 5 دقايق، طموحي كتير كبير، حابب أوصل لكتير مطارح اللي قبلي وصلوا لها بتعلم منهم وحب أوصل أكتر إذا الله رد. يعني الحمد لله الحمد لله أنه عندي إكس راي برودكشن لأنه عم يشتغلوا معي كتير من القلب، يعني ما عم يشتغلوا معي كشركة إنتاج، بعتبرهم عائلتي الثانية لأنه عم يعطوني من قلبهم.